السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيماء من قناة عيش حياتك مع شيماء. أنا جايبة لكم وصفة النهاردة أنا بستعملها من زمان جدا وبستعملها باستمرار. الوصفة دي يا جماعة عبارة عن كبسولات فيتامين اي، ودي موجودة في الصيدلية، وعندنا أي نوع كريم احنا بنستخدمه. أنا معايا النهاردة علبة كريم نيفيا، العلبة دي 30 ملي. العلبة دي باخد منها من الكبسولات دي 2 بس على قد الكريم اللي موجود في العلبة. فيتامين ايه يا جماعة؟ بينعم البشرة، بيفتح لون البشرة، بيديها ملمس ناعم جدا. ومعايا انا شخصيا الوصفة دي، انا كان عندي خطوط رفيعة في القورة، مع مداومة استخدام الوصفة دي الخطوط دي بدأت تختفي تماما. فالوصفة دي مفيدة جدا، فانا قلت ايه اجيبها لكم. اول حاجة بنفتح كبسولات فيتامين ايه، باخد 2 من الشريط. عن الكريم نفتح طبعا بكزلك سكينة ونبدأ ننزل. تاني ده تماما، ما نسيبش اي حاجة. ومعانا اي حاجة طبعا بنبدأ نقلب الكريم بتاعنا لحد ما يمتزج تماما ببعضه. الوصفة دي مفيدة جدا يا جماعة، انا جربتها بقالي فترة طويلة جدا من سنين بداوم عليها. ده تمام طبعا، ده انا هستعمله كده. بقفل العلبة وبرجعها تاني. وطبعا الكريم ده بنستخدمه ليلي، ما بنستخدموش بالنهار، عشان طبعا التعرض لأشعة الشمس طبعا مضر للبشرة. فالكريم ده قبل ما تنامي بإذن الله ادهني منه، اعملي تدليك لبشرتك، تدليك كويس جدا للبشرة، ونامي. وصدقيني من اول اسبوع هتحسي بالفرق. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو واشتراك للقناة، واشوفه مرة تانية ان شاء الله في وصفة جديدة مع عيش حياتك مع شيماء.